إخواننا هذا الإسلام لابد أننا أولا إخواننا نتعلم الدين الإسلامي، لابد من زيادة الدين. معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، فلابد تتعاهد هذا الغرس، تتعاهد هذا الدين، كيف أزيد إيماني؟ ولا تغتر تقول والله أنا الشيخ. يوم كنت أنا في نيبال وانتهينا من الدورة، عندي رحلة بعد 8 ساعات، جاءني الداعي المترجم، جاءني وقال باقي الرحلة 8 ساعات، تعال. وين؟ قال نذهب إلى مكان حتى يزيد إيمانك. أنا الشيخ، هو يقول لي هذا الكلام. فهمت الشيخ؟ لا تغتر، لا تقول أنا الشيخ، أنا العالم وأنا كذا. لا، الصحابة السلف، تعال بنا نؤمن ساعة، أيكم زادته هذه إيمانا. إذا لابد تتعهد هذا اليقين عندك، ما تشك طرفة عين أن هذا الدين الإسلامي دين حق صح. إذا لماذا لا تدعو ندعو للدين الإسلامي؟ إذا لابد نتعلم، نعمل، ندعو، لأن تعرف أنه هذا حق، إذا لابد تدعو إليه. إخواننا النبي صلى الله عليه وسلم ما لقي يوما من الأيام كافرا من الكفار ولم يدعو للإسلام صح؟ لقي يوم من الأيام كافرا من الكفار ولم يدعو للإسلام؟ لا، ما ورد هذا، ما حصل أبدا. لماذا؟ لأنه يعرف فضل الإسلام، يخاف. مسلم لابد يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم.